نحن رح نحاول نتابع على المونيتور، بيقولوا وراء الكواليس فنان اسمه سمير النوري، هو حاليا طبعا لا يعرف تماما انه الكاميرا اللي موجوده جوا اخذته. مالي عم بسمعك. قاعد عندي وصله غنائيه هلا. بدك تغني هلا تحيا؟ ايه والله بدي اغني، عن اذنك. لوين؟ طبعا لحظه جمال هو واحد من الجمهور لحظة يعني. وبيعرفه. لحظه انا طيب في عرض عارف. انه فوت غني، شو رايك؟ ليش؟ والله بقول لهم اخوه، بقول لهم اخوه. لا حبيبي الله يخليك، لحظه الله يخليك. جمهوري عم يستناني وانا بصراحه مشدود. هدول جمهورك بيعرفوك كلهم؟ لو سمحت. ايه بعد اذنك. كلهم بيعرفوك؟ شكرا. أيوه. طب لحظه وبيعرفوني الي كمان؟ وحتى لو بيعرفوك إيه؟ انا معادي هلا الوصله تبعي. ما اخترنا. طيب جسمك رياضي انت ما؟ ايه كنت بلعب رياضه. شو اللعبه؟ هاند بول كره يد والله. وانا من أيوه. لحظه استاذ اذا بتريد. لحظه لو سمحت. لحظه الله يخليك الله يخليك. ايه وانا كمان منتخب المصارعه. يا قلبي مانك شكلك انت مصارع ولا شيء. لا لا يغرك المنظر، انا بالع علبه دواء منحف. الله يخليك حبيبي، شكرا لك. انا مش إيه لحظه أروح. شو بدك تغني الغنيه؟ شو الغنيه؟ بدي اغني اغاني كثيره. انا حاسب حغنيها قبل منك، شو رايك؟ خليني فوت الله يخليك. مطرب سمير النوري. اهلا. هلا انا بدي طب مين سمير فيكم؟ انا سمير. سمير النوري. اسال الجمهور شوف مين بيقول يعني مين سمير. طيب مين اطول؟ اطول؟ انا اطول واحد. اهلا وسهلا بالاخ سمير، انت ليش واقف؟ عم بستناك لتقول لي امشي يا عرقت. بعد اذنك يا قلبي لو سمحت تفضل، مشان نفضل الناس الحبايب الحلوه. لو سمحت انا كلنا عم بستناك برا. انا الموقف مع ضيفنا الفنان سمير النوري هو عبارة عن لقاء تلفزيوني، أجرت هذا اللقاء زميلتنا عبير التي قامت بدور مذيعة مصرية، زيا سحتوت كالعادة مخرجا. نعرف الأستاذ سمير النوري بطاقته الشخصية والفنية، بس بصراحة بطاقتي الشخصية مواليد طبعا. لا ما يهمنيش المواليد يعني يعني بدايتك كده بس يعني من ناحية فنية. أنا طبعا من سوريا، من محافظة اسمها دير الزور. طبعا بغني اللون الفراتي. لا اللون الفراتي بغني، هذا لوني اللون الأساسي، وبنفس الوقت بغني تقريبا لون كل الألوان. إيه رأيك باللون العاطفي؟ جميل جدا، حلو اللون العاطفي، جميل يعني ما في مجال هذا اللون. مفهوم المنافسة بالنسبة لحضرتك؟ والله المنافسة لازم تكون شريفة، يعني مثلا المنافسة الناس عم تفهمها غلط، المنافسة لازم تكون من خلال مثلا الشعراء بتنافسوا مع بعض. طيب ملحنين. يعني انت مين تشعر من الفنانين انه بنفسك يعني؟ مثلا في عندك حد يقول ان كارم محمود عبد الحليم، حد بنفسك مثلا يعني انت؟ انا لون خاص مميز. ما بنعرف تشعر ان حد بنفسك في الاغنية؟ لا ابدا. الا تعتقد ان بعض اغنيتك يعني فيها كلمات مش قوي يعني؟ لا والله انا عملت الاغنية اصلا قاصد، انا بعمل اغنية هو العربية يعني فيها حاجات بلدية يعني. طيب. زيادة عن اللزوم عارف؟ فيها يعني بس انا مش على بعض. ايه هو انا سمعتها بسرعه ويعني انا بدي رايي يعني. والله انا بالنسبه لي انت كمطرب يعني لازم تقبل اي. لا انا على راسي بقبل عادي جدا، انا ما في اي لا مشكله. لازم تقبل عندي. اي يعني نقد اي اي عادي جدا ما في اي مشكله. شلون الاستاذ اجابتها؟ انا شخصيا اجابت والله هي مرتاح، بس هي سريعه بالاسئله ما عم بتخلي لي مجال ارد يعني اذا سمحت يعني. انا بقول له حسب يعني موعد البرنامج لازم ياخذ سؤال 5 دقائق. احنا الفنان لازم ياخذ راحته. مش على كيفي، مش على كيفي، وانا اللي بشتغل، انا اللي موظف. على كيفي اصبح ليش جايبينها؟ طيب كان عادي زلمه طويله عرهيب طوله مترين جايبينه، مش عارف كيفها هي يعني جايبه قاعده. لا ما بيصير اخي، معلش استاذ، بدك تساعدي الاستاذ مشان يجاوب اجوبه. اساعده قد ما اقدر يعني، بس يعني انا لا بس بعد اذنك قلبي يعني انا يهمني سؤالي يكون اطول من سؤالي، انا اللي ظهر هو كمان بدي انا بدي رد كمان مشان اخذ حريتي بالرد. يلا تفضل. 5 5 جاهزه؟ تفضل جاهزه. 5 4 3 2 مالك حصل لك ايه؟ مالك يا اختي؟ تفضلي. دي ايه اللي تزق من حضرتك بقى؟ ايه عملتي ايه؟ اللي تزق قوي يعني. عملتي ايه؟
ترعبني حضرتك ترعبني. انا مش برعبك بدي لك اشاره. هاي خلينا نعيط كده مش معقول. مالك 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 بتكملي شغلك؟ انا عايز امشي يا استاذ. ايه ده؟ ما تمشي. مين ماسكك؟ لا بجد حمشي يعني حاجه ثانيه حمشي مش طبعا. معقول يا ستي طولي بالك انت. ليش معصبه يا قلبي والله العظيم. كم سؤال اتفضل بقى حضرتك. ممكن خمسه؟ مش عايزه حاجه تتعبني. مش حاجة بس ما تعمل هم. طول بالك حساسه. خمسه اربعه حساسه. انا بدي اصور حاجه ثانيه. ايه ده؟ ده هتتدلق عليا؟ الاستاذ بيوشوشني. بيوشوشك بقول لك ايه؟ يلا يا رب تجيب عواقب سليمه. قصدك ايه بقى؟ يلا عواقب ايه مثلا يعني؟ حضرتك يلا يا اختي. يا حبيبتي الله يخليك. لو سمحت ما تدخلش بني. استاذ؟ خمسة أربعة شو ما تدخلش بني؟ ثلاثة اثنين بس لحظة. ايه ما تدخلش بني بس لحظة. نحن كثير محترمين شغلك ونوعيه الشغل لك على راسي قلبي. انت مجبر انك تحترم شغلي اصلا يعني. مجبر انك ما دام انت بتاخد مني فلوس مجبر انك تحترم شغلي. هو هتزليني بالفلوس؟ دي شغلتك يا استاذ. شغلتي؟ اه شغلتي تزليني بالفلوس؟ دي شغلتك. ممكن تسال الاستاذ كم سؤال عشان نمشي؟ ممكن لو سمحت. تفضل اسالك. تفضل. خمسه اربعه ثلاثه اثنين. واحد. اوه. يا سيدي خرب عليك يخرب عليك بالمصري. مش بدك اشارة ما تزعجش. مش كده مش كده هتخليني اموت نفسي. مش كده ازاي ازاي اشيلي اي حاجة بس ما تهزنيش. انا معصبة خلقة لو سمحت. تفضلي. خمسة أربعة ثلاثة اثنين. جاهز بيسجل. بس لو سمحت بيسجل يا أختي بيسجل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. هل تعتقد بأن شكل المطر قطار شو تعمل تاني؟ ما أنا بتكلم يا أستاذ. إيه قطعني؟ ما إحنا ابتدينا بقى. بس معقول أنا أخلص منه جيني أنت؟ أنا حرة. ما يحصلش ده. انت حر. لك يا قلبي كل ما كل ما بتحكي شغله الا بتقلي انا اسئلتي انا حر فيها بعطي المخرج مصاري بعطي كذا. ما بصير يا قلبي بس طولي بالك. الدنيا كلها فلوس مصاري. لا ده شغل ما حدش دخل في شغل. ما يحصلش. طب ممكن يا قلبي ما حدش دخل في شغل خالص خالص على الفلوس. مالك يا اختي؟ مالك عندك هنا دخلي ولا ايه؟ مالك اليوم؟ مش معقول كده والله. كل واحد يجي يعامل نفسه عليا لعيب كده نضيفة عندكم على كل حال يعني. انت في عيوننا بس مش كده. مش معقول كده. مش معقول كده يعني تعاملينا بهالطريقه. انا زهقت بصراحه يعني. كمان شويه اسيب التصوير وامشي. مان انا تعبت بصراحه. تعبت عايز اخلص. مش الاسئله لسه في اسئله. في سؤالين ما سالتيهم للاستاذ. شو مالك انت؟ تعبت يا استاذ. شو تعبت شو يا استاذ؟ مالكش دعوه بقول تعب. دي نفسي نفسيتي يعني. شو تقلبي يا اخي انتوا تتخانقوا مع بعض؟ معقول كده؟ هلا مو خلصتي؟ قولي. لا ما خلصتش بقى. لا اله الا واي حاجه ثانيه هبتدي من اول وجديد. انت هتتعرضي للاستاذ لما ايه؟ اتفضل حضرتك يا مطولين انتوا. هلا جايبيني هون تقعدوني مشان تقعدوا انتوا تتناقشوا مع بعضكم. مش بهزر معك يا سلام. والله بحياة الله دعم. فلوس كسرة ايدي. ليش ما تسأليني؟ الله يخليك ومتكل على الله. مش لما اتفق مع الراجل ده. لما اتفق مع الراجل ده استاذ انت تبعد تروح. انا حابعد بس اديله اسئله مناسبه. دي اسئلتي عجب وعجبه مش عجبه خلاص. سيدي انا الهزه الهي ما عجبتني ما راح جاوبها. بعد الوقت يا سمير. بنقول لك اهلا وسهلا فيك والفرقه معك واي شيء بتختاره نحن بدنا نسمعه. يا اهلا بيك. يا هلا.
كنا وبياخد صور من يوم ما تعرفنا انت يا قمر قمر شايفنا وبياخد صور من يوم ما تعرفنا انت يا قمر قمر شايفنا وبياخد صور من يوم ما تعرفنا انا وانت يا قمر قمر شايفنا وبياخد صور من يوم ما تعرفنا انت يا قمر
قلك وما كانش خايف شايف بعينيكي شايف شايف ده ساعات صرف الشفايف وابلغ من اي حال قلك وما كانش خايف شايف بعينيكي شايف شايف ده ساعات صمت الشفايف أبلغ من أي حال أنت 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 للفنان سمير النوري.